حملوا تطبيق بلوكات بسرعة اليوم، راح يختارون دوائر ملونة ولازم يعبون الدوائر هذه من الأغراض اللي موجودة بالمخزن الكبير هذا بدون ما يحوشون حافة الدائرة. يا ترى منو المحظوظ ومنو اللي يكسر الخاطر فيهم؟ تابعوا الفيديو لأن الهدية خوية، وشوفوا كل الأكشنات اللي صارت. اليوم جينا بتحدي خوي 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 خوي، شوفوا فل حماس. شكرا. احنا وين اليوم؟ احنا اليوم موجودين في مخزن بلوكات. شنو بلوكات؟ بلوكات ابلكيشن وايد عجيب في كل الاغراض اللي يحتاجونها عيالكم راح يحصلونها في بلوكات، ويوصلون حق جميع دول الخليج. راح احط لكم بصندوق الوصف رابط تنزيل بلوكات، ابيكم كلكم تنزلون بلوكات وتشوفون بلوكنا، راح تشوفون صورتنا كلنا كذي مع بعض وتدشون بلوكنا وتشوفون شنو اغراضنا. طبعا هم اليوم لابسين من بلوكنا، هذه ماركة توان، شوفوا موجودة ببلوكات. زين، وين فروحة؟ علو انا وردي. الله فروحة. زين، وردي اخضر برتقالي. طبعا لحقوا على الالوان، ترى المقاسات تخلص بسرعة لان هذا يعني ماركة وايد مريحة. وحنون لابسة اتش كي، شوف الصدفة. ايه اتش كي وقصد حرام كمود. واو، زين موجودة في بلوكنا، في وايد الوان حلوة، لا تطوفونهم. نرجع حق التحدي الخوي. طبعا التحدي شفته في المقدمة شنو فكرته شوية، بس الحين راح نشرحها على السريع. التحدي بشكل بسيط، دوائر ملونة راح يحطون داخلها هدايا، اذا حشتوا اللون هذا او الخيط مال الدائرة انتو خسرانين، اذا طاحت العاب انتو خسرانين، اذا طلعت اللعبة برا هذا اللون خسرانين. بس اذا انتم مثلا صعدتوا وصعدتوا واللعبه صارت كبيره عادي، اهم شيء ما تحوش الارض. ايه. اوكي، اهم شيء شنو؟ ما تحوش الارض. اهم شيء ما نغش. لا ماكو غش، احنا ما عندنا غشاشين اصلا. احنا ما عندنا غشاشين اصلا. اهم شيء انت وعادل ما تغشون. اول شيء بالتحدي راح يكونون بس بوبو وعادل وحنان وفرح. احنا مو وياكم بالتحدي. ولا تنسون راح نقول لكم بنص الفيديو شنو جائزة متابعينا بهذا الفيديو، يكون سحب الفيديو الجاي. اوكي، تابعونا لنص الفيديو ولا تطوفكم الجائزة الخوية. يلا نبدي حلو من اول واحد. كيلو بامية بينكم. شوفوا شباب راح تختارون الوان، الدوائر عبارة عن الوان. حلو، راح تسوون كيلو بامية، واللي يفوز اول واحد راح يختار اللون اللي يبيه. لان كل لون دائرة واحدة. اوكي شباب، يلا كيلو بامية. كيلو بامية. بس فرح ما كانت وياهم. صح لازم نعيد الاول. فرح اخر واحده راح نخليها تختار. اوكي يلا الحين راح يختارون الالوان. تدرون ان انتم واقفين على الدوائر وانتم ما تدرون. اي دوائر لا، الدوائر تحتكم، انتم واقفين على الدوائر. احنا تعمدنا نسوي هالشيء. ماكو غش. ما يبين ما راح تشوف اصلا ان هذا طبختين. المهم الحين الخوي بوبو راح يختار اول لون. بوبو عندك لون اخضر واصفر وازرق واحمر واسود، شنو تبي من الالوان؟ طبعا انا نفسي اخضر، راح اختار اخضر. تبي لون اخضر؟ متاكد؟ ايه. يمكن تبي تغير رايك؟ ادري يعني. متاكد يعني؟ ايه. واثق من نفسك؟ ايه. بوبو اختار اللون الاخضر. يلا الحين الحين دور عادل. صح، انت الثاني. صح، يلا دور عادل. الحين راح يختار عادل. انا اصفر. ليش؟ عشان لابس اصفر. هذا لابس غالي بس ابي اصفر. انزين، في اصفر. ايه يلا، هذا اللون الاصفر حق عادل. حنان اختاري لون، شو تبين؟ اي لون؟ اسود. حنان اختارت اللون الاسود. متاكده؟ بابا مو عادل يلبس اصفر؟ لا لا، ما في بس كذي بشوف شو يقول. الحين دور فروحة. تبين
ريد ولا بلو؟ بلو. فالروحة تبي بلو، فالروحة اختارت اللون الأزرق. هات. أوه الحين راح نبطل الدوائر وراح تشوفون شنو اللي راح يصير. كل واحد شوفوا لما نبطل الدائرة كل واحد يوقف على دائرته على لونه. أوكي. يلا ثواني. جاهزين؟ راح الحين نبطل الدوائر. يلا. جاهزين؟ واحد، اثنين، ثلاثة. ريولي ما تكفي بالدائرة. شنو؟ بعد انت اشتلتي بس والله العظيم ان ابوبو قال اليوم قاعد يقول لي انا واثق بنفسي انا راح افوز. خذ اكبر دائرة. لا راح اخذ اكبر دائرة. عادي اصلا لانه ولا شيء انا خسرانة وانا اخيس شيء. لا تقدرين تقدرين تحطين شيء مثلا كذي. تقدرين تحطين عادي شيء وفوقه شيء. فوقه شيء عادي. يصير الحوش الاسود من داخل ومن برا ولا لا؟ ما يحوش من داخل. ما يصير بس يحوش الاسود خسرانه. خسرانه. لازم الشيء اللي تحطينه ما يحوش الطرف هذا. ايش دعوه الدائره وايد كبيره ليش كذي؟ فرح دائرتها اكبر من دائره عادل. دقيقه بنروح بنروحها بنروحها. تبين تريد؟ نو. تبين تريد؟ يلا الحين نشوف من يبلش اول واحد. نسوي كلوبانيا نشوف من اللي يبلش صح؟ يلا تعالوا يلا سووا كيلو باميه كيلو باميه كيلو باميه. فهذا أنا أول واحدة. واحدة أشوف أحسن منه. ها؟ أشوف أحسن منه. ما راح خلاص ما خاف. يلا كي حاجة لا ورا غبي. عادل ثاني واحد وبوبو ثالث واحد. أكبر دائرة آخر واحد. يلا ما عليك. اي بنروح اخر واحده. يلا نبلش. حنان زاهبه جاهزه؟ يلا تعالوا معنا وخلينا نشوف حنان شو بتحط بالدائره مالك. حنان جاهزه؟ ايه. ترى حنان احنا مو حاطين لكم وقت نفس كل مره. ايه. على راحتك كيفك يا جماعه. الله ياخذ شيء ويعطي شيء. اعطاني الوقت وخذ الدائره الكبيره عني. اي بس الوقت مو تقعدين ساعه. لا يعني الفيديو ما يصير ساعه. انا قنوعه يا جماعه. اي يلا بس لازم اول شيء اخذ لي نظره. يلا روحي وياك انا. في وايد اشياء اقدر احطها بالدائرة الصغيرة. يلا خلينا نشوف تقدرين ولا ما تقدرين؟ اقدر شو ما اقدر. اوه. ها خذيتي نظرة شاملة ولا بتروحين للممر الثاني؟ الممر الثاني والثالث والرابع لما يخلصون. لما يخلصون كل الممرات؟ الأشياء اللي هني صراحة خوية صح؟ اي في أشياء بعدي يا جماعة. أبي ألعب سوني راح بطل سونيتي اللي صار لها 5 سنين مو بطلتها فباخذ أشياء حق سوني. زين يلا متى بتبلشين بعد قاعد طالعين كل هذا؟ لازم خلاص تاخذين خلاص بعد. يعني امشي وأخذي بعد شنو؟ أوكي. يلا بلشنا؟ يلا. لا تركضين ما في دقايق. اي أنا وياك. ها يلا شنو قررتي؟ ابي شيء اثبت عليه يعني كذي. ها تبي تسوين جبل؟ يلا اشوف شنو اشوف شنو خذيتي هذه. واو يلا خلينا نشوف تكفي الدائره ولا ما تكفي. تكفي صح. اشوف حنان خسرت. تعالي شوفي تعالي شوفي. لا 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 اجي سيرها كذي مفروض كذي هي كانت كذي. تعالي شوفي تعالي تعالي هالصوب خليني اوريك. تعالي شوفي شوفي حاج اللون الاسود. خسرتي. ها عادل؟ انا اجيب لها شيء زين. عادل يقول لي اجيب لها شيء عادل. انا اجيب شيء زين. حنان انت ليش ما انتبهتي؟
لحظة ماما. أنا راح أشتري الشالة. ما في. لا شوفوا حنان ما فهمت فأنا بعدلها يا وتكمل. أوكي. ما يصير شلون كذي؟ ما فهمت. ما يصير. أنت ما كنتي فاهمة إذا حاش الأسود؟ إيه؟ قولي والله العظيم. قولي. ما حلفت يعني كذابة. عادل بو... لا مو هالمرة حلفي انت الصج ما تدرين قولي الصج يبا لا ادري شباب حنان خسرت كنت تدرين انا ادري ايش تدرين ان انا شارح لك يلا عادل جاهز اوه عادل عادل تكفى لا تخلص الاشياء يا عادل لا تخلص الاشياء كلها تكفى شنو ما اخذت يا اسرع ما ادري دور ايش دراني شنو لقيت والله عادل المخزن كل شيء يبيع عادل كل شيء يبيع كل شيء كل شيء شوف ايش كافي ها مو يحوش هالشوب يصير هذا يحسب له تقدر تشيل الكيس شيله تقدر عادي دير بالك دير بالك هذا بعدين هذا بعدين خايف خايف ها؟ ما تسوي نفس غلط حنان؟ ما تسوي نفس غلط حنان؟ ايه يلا والله شوف في كيبوردات بعد ايه انا ادري عادل بشنو قاعد يفكر قاعد يفكر يسوي قاعدة حق نفسه تحت صح؟ عشان تحط اشياء فوقها صح؟ ايه وي 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 بس شنو ابدا؟ احتاج شيء ثقيل وكيف بالضبط يلا ما ادري شوف ابدا بشيء هذه تكفي؟ اشوف شنو هذا شوف شنو هاي اللعبة؟ راح طلب الطيب راحوا الطيبين؟ طيبين ايه اه يعني هاي الحين بتسوي قاعدة ها؟ دقيقة هنشوف تدري اذا حاشت على طول راح تخسر على طول لا ما ابي ما ابي تعال هي حاشت؟ ما شفت انا خلاص ما عادل حاشت ولا ما حاشت؟ ما حاشت صج؟ يلا اوكي عادل متوهق ما يدري شنو يحط متوهق قول ساعدني يا رب قول ساعدني يا رب توهق البطل ترى في صف ثاني بعد اذا انت ما تدري اي ما تدري سماعة الاسرو ما تكفي ما تكفي ولا وايد اشياء ها هذول كلهم موجودين بموقع بلوكات اي كلهم كل اشياء انت مخزنهم الحين هذا كله موجود بالموقع من يقدر يدش المخزن اصلا غيرك يا عادل إيه. انا في شيء ابي بس خلاص لازم اخذ الشانس اوكي يلا يلا بس خلنا ندور شيء بعد الله كاتب لو خسر هذا هنشوف انا جاي بغيت تحطها صح؟ ايه ولا اخر شيء احس انه زين هذا دير بالك اوكي والله على 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 الحد ما ها شيء خلي بلاستون يلا كيفك ما له شغل انا بالبدايه اللي تبي شنو تبي اخذ اوه هذه الاسرو حاطها هني هذه اسرو كم 50 اوه تدري اذا طاح وعادل راح اموت من الضحك عليك سويا بلاي ستيشن هذا إيه؟ هذا بلاي ستيشن في ار اي هي تحطه على البلاي ستيشن شنو قاعد تفكر شنو قاعد تفكر قاعد تفكر تاخذه وتاخذ بلاي ستيشن هذه ها يلا كيفك انا ما لي شغل انا ما لي شغل انت كيفك والله طش كبرها يقول سعد والله ثقيل عادل معها كاميرا ترى هذه معها كاميرا ثقيله ان شاء الله الاسترو ما ان شاء الله الاسترو ما تنخفس بس هاك 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 لحظه خلي البيسش على الارض انا وايد ثقيله هذه ما اقدر اشيل بيد وحده يلا الحين كيفك سوي اللي تبيه هذه شنو بلاي ستيشن 4 حنان شوفي شوفي المحظوظ عادل حنان
هذه وايد ثقيلة. بلايستيشن 4 ثقيلة؟ ها اشوف. ولا يا عادل ولا يا عادل. شيء صغير بس كان اقله. سويت جبل ها؟ يلا. اخذت شيء واسوي سحب عليك. تاخذ شيء وتسوي سحب؟ اسوي سحب. يعني شلون تعطي الناس؟ ايه. بهالفيديو ولا بقناتك؟ قناتي اسوي سحب قناتي. يلا شو بتاخذ حق الناس؟ ناخذ لهم بلاي ستيشن 5 لو كيفي. اسف لو يضيق بس اوكي. شنو تسوي؟ اذا ما عندهم بلاي ستيشن 5 شلون تعطيهم هذا؟ صح؟ ليش ما تسوي السحب على البلاي ستيشن 4 اللي عندي خذيتها؟ بتلعب فيها؟ اه بتلعب فيها؟ ايه يلا كيفك؟ انزين ناخذ من هنا. اه تبي تسوي سحب؟ ايه اوه شوف شنو في هني. شنو هذا؟ هذه 50؟ استرو 50 بعد ايه؟ تقدر تسوي عليها سحب؟ انت تخاف تاخذ ويطيحون اغراضك صح؟ انا ادري شو قاعد تفكر. او شيء وين بلاي ستيشن 5؟ ما ادري ايش تراني. هني بس اغراضها. المهم خلاص. حقي. ما عندك بلاي ستيشن 5؟ عادي. عادي ها؟ ما عنده بلاي ستيشن 5 عادل بس ماخذ اغراض بلاي ستيشن 5. ما يدرون ما يدرون هما ما يدرون. يلا ترى الحين راح يطيحون الاغراض. راح اسوي كذي شوف. لا ما يصير كل شوي تاخذ وترد. انت تخوفني. انا مالي شغل. كيفك بتاخذ اخذ اللي تبيه عادل. حتى لو ما عندك بلاي ستيشن 5 كيفك انت. يمكن بعدين من فلوسك تشتري انت بلاي ستيشن 5. فهمت قصدي؟ يدك شنو هذه؟ هاي يدك بلاي ستيشن. اوه هذه فيها دقم زياده ترى. ايه ابي هذا شنو هذا اللي نحط على تحت الكيبورد. إيه. عرفته؟ ايه المات اللي نحط تحت الكيبورد. زين ابي عادل هذا تسوي عليه سحب عجيب. شنو هذا؟ هذا 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 مو ماوسك؟ إيه؟ هذا ماوسك نفسه. إيه؟ سوي سحب على الماوس. سوي سحب عليه هو الكيبورد. اي اوكي تقدر. يلا حط الاغراض على الارض عشان ياخذهم كلهم. يلا دير بالك شيء يطيح خسران. أوكي. ما راح تاخذ ولا شيء. والله راح يطيحون احس. قاعد يتحرك ها؟ يقول قاعد يتحرك مش شايف. شو نوفير؟ يا ويلك. خلص خلص خلاص؟ متأكد؟ يلا عاد عادل خلص. عادل خلص بستانس وخذ هذه الاغراض كلها. خليت بلاي ستيشن 4 وخذ اليد. ورنا ورنا اغراضك. ورنا يصير ما خلص؟ لا ما يصير خلاص قلت خلاص. ورنا اغراضك يلا ورنا. عندي هذا. اوكي هذا المات اللي تحت الكيبورد. يب. بعد عندي يد بلاي ستيشن 4 وهذه شوفوا هذه هذه نيكون. هذه نيكون فيها دقم زياده. اوكي هذه هذه اليد مو بس حق بلاي ستيشن 4 حق البي سي بعد. وهذا شنو عادل؟ هذه هذا الفي ار مع الكاميرا حق البلاي ستيشن 4. هي. اوكي وبعد عندنا ماوس سحب عليكم. تبي تسوي سحب؟ سحب الماوس والكيبورد. ترقبوا السحب بقناة عادل راح يسوي سحب ويوزع هذيل الاشياء هدايا. اوكي في شروط. في شروط في شروط ها في بعدين قول لهم قناتك. يلا وهذا شنو؟ بلاي ستيشن 4. اوكي ولا هذه هذه اقوى شيء اقوى شيء. ولعبه الاساطير صح؟ يلا عليك بالعافيه. هذه هذه حنان وهون عندهم اياها كل يلعبونها. ها هذه منشن. منشن لا مو منشن هذا شنو؟ مشنص. مشنص كيف لعبوا بس خلاص لا تعطيها حق حنان روان لانه ما يعطونك صح؟
وعادل خلص التحدي؟ عادل استانست؟ ايه. ها؟ راضي بالهدايا اللي عندك؟ ايه. سموحه ما شرت حق حنان شيء. نسيت صح؟ راح اخليه تلعب وياي بلاي ستيشن 4 في ار. يلا اوكي. الحين دور بوبو بس في اشياء يمكن ما يقدر يشيلها انا اساعده. إيه؟ اوكي يقول لي حطيها او هو يحطها ياخذها من يدي عادي بس لان الممر طويل. ايه. بس كبير انا اساعده. ترضى بوبو ترضى ماما تساعدك؟ ايه بس بوبو دائرتك ايش كبرها تدري بوبو لو تقط الاغراض كذي قط هم ما يطلع من برا. هذا شيء سريع قبل لا نبدا. شنو؟ لو يخسر بضحك عليه. بس شوفوا شوفوا بس شوفوا شرط شرط بوبو اللي يحط داخل الدائره بوبو ماما ما تساعدك داخل الدائره بس تشيل وياك. يلا يلا بلشنا. قول 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 يد شنو؟ تبي يد شنو؟ يد دور 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 هذه؟ اي انت ما يصير تساعدين لازم هو يشوف ما يشوف هني شلون يشوف الفوق انت ما تقدر تطالع؟ اي فوق ما اه اوكي ما يقدر في الوان يمكن ازرق هذه على جيشي على جيشي يلا خلينا نشوف شلون راح يحط بوبو ويحوش ما حاش والله كا قاعد طالع والله ما حاش كلش يا يفكر بوبو بوبو انت لانه ما طالع فوق فطالع فوق لان هذا وايد كبير فوق هو ترى ما يقدر يشوف فوق ها صوب الثاني بوبو دائرته عوده وما يدري شنو يحط والله عجيب ابراهيم يلا حق فروحة أخذتني هنا عادي دارتك عودة أخذ اللي تبي هنشوف ويحوش هذا كان إيه حش ما حش ما حش يده كانت مش ما كان ما حش يبا ما كان ما كان كذي ما حاش ما حاش يبا كانت مو شديده صوت ثاني ها بوبو شنو لقيت شنو تبي ابي نيرف غانز نيرف غانز يلا يلا انت كيفك دائرتك وكيفك دير بالك تحوش دير بالك اذا حشت انت خسران يلا الصوب الثاني شنو قاعد تدور؟ قاعد ادور سوني 5 عادل ما لقى سوني 5 انت يعني تلاقي سوني 5؟ ما اتوقع في سوني 5 ما اتوقع ما ادري ما اتوقع في كل شيء؟ أنا يعني أدري في كل شيء بس أحس إنه ما في سوني 5 ما أدري ليش. ها بوبو لقيت شيء؟ يلا اخذ شيء شيل شيء شنو تبي اخذ ما توقع في سوني 5 اكيد في لا ما توقع ما ادري شنو شنو ليش سوني 5 صار لنا ساعه نمر يمها ونصور ما يدري اصلا ولا يبي سوني 5 اقول له ما في اقول له ما في يقول في عادل سوني 5 ها؟ أنا ما أدري فيه ولا ما فيه، حتى بوبو قلت له ما فيه، ما أدري. كذي حوش الخط أموت من الضحك. ليتس جو! ولا شيء حاش الخط؟ ولا شيء ولا شيء. يلا. يده وشعره؟ يده. هذا غير، هذا
ها تذكي؟ خلي حوش بس خلنا نضحك. ما حاش دارت عودة. ها بوبو شنو بتاخذ بعد؟ سماعة. اوكي. خلي حوش خلي اموت من الضحك. الحافة الحافة. ها ما حاش؟ اوف اوف. عادل عادل صراحة مو راضي لأن أنت قلتي له لا لا تو قلتي له لا لا حتى قلت حق عادل لا لا خالد شنو هذه؟ سماعة. أوه بيت إبراهيم أبى أقول لك شيء، ترى إذا حاش الأخضر راح تخسر، ما راح أسامح، فمتى ما تبي توقف تقول ستوب قول أوكي. ما حاش ما حاش والله. هاي فرشة أسنان وايد مهمة الفرشة. أنا عبالي بس هذول. إيه فرشة أسنان. احتاج احتاج احتاج. احتاج فرشة أسنان؟ أسنانك عجيبة ما شاء الله. ها. والله ما طاح. أنا ذكي. أنا بابا بابا بابا. ها. أنا. إيه. أعرف إذا حطيته هني. إيه. شلون يعني؟ انت تقدر تحط هني فوق ترى عادي. ايه بس اذا حطيته فوقه راح يطيح. ايه اوكي اوكي. هذا الكينج الكينج. الكينج شنو؟ البلاي ستيشن 5؟ ايه. والله انت الكينج والله. والله انت الكينج. شنو هذا؟ يلا. بعد كله انت كل اغراض بلاي ستيشن 5 بابا؟ كل اغراض بلاي بغي يحوش بغي يحوش. كيفك؟ اهم شيء ما تحوش. والله ابراهيم لو حايش كان مت من الضحك عليك. احتاج واحد من هذول بس ما نبيهم. ما في هاري بوتر؟ صدق ما في؟ احنا نحب هاري بوتر. شلون؟ احنا نحب هاري بوتر. تحبون هاري بوتر؟ اي. في لو يدور يمكن يلقى لانه وايد اشكال وايد انواع. وين؟ والله راح اضحك والله راح اضحك يا ولد. هذه عشان المكان احط كل ثاني. ما ادري انت كيفك، اذا حشت مالي شغل انا. خلاص اذا حشت مالي شغل. ما حاشا ظل هذيك برا. هذه صحيح. ما حاش. ايش فيك يا صبي؟ ماينكرافت. شوف اوه تاخذها؟ ايه هذا ماينكرافت. يلا اكيد انا ادري انك تحب ماينكرافت. عيد ميلادك كان على ماينكرافت صح؟ ايه. شوف هذا يوقف دير بالك لا يحوش. وله وله اشوف يشابهني يشابهني انا وحنان. يشابهك انت وحنان؟ ايه. حنان شوف شنو يشابهك. انا حنان انا وياك ميكي ماوس. اشوف هذا يشابه بس بوم. اشوف اي والله يشابه يشابه. اي اي ما حاج دارت عودة. هذا جينجي من اوفر واتش. اشوف شنو هذا؟ هذا جينجي من اوفر واتش. اوه راح اموت بالضحك اذا حاش. كان زين ها؟ ولا بوبو شوف عادي حطه تحت انا اشيله. مطاره ماخذ. اوه
البوكس كامل. شنو في اشياء هذا؟ بليدو. بس بحط واحده واحده بليدو. عادي يصير تحطهم بالبوكس عادي ترى. يصير مع البوكس تحطهم. يصير مع البوكس. ها بتحط واحده واحده. عاد المترصد. لا تساعدونا ما يصير وخره وما يصير ما يصير. قاعد تساعدونا يفوز احنا نبي يخسر. انتوا قاعد تخلونا يفوز. ولا شيء فوق البلاي ستيشن 5. عادل يقول ولا شيء فوق البلاي ستيشن 5. ولا ارجوك. دائرتي. وين بتحط؟ يا جماعة إبراهيم شوفوا شوفوا بوبو شو مسوي ولا شيء فوق البلاي ستيشن 5 ولا شيء فوق البلاي ستيشن 5 اشتري هذا حق حنان عشان غرفتها حق غرفتها إيه؟ يلا هات عندنا يا بالبيت حق غرفة حنان يلا إيه حطه برا برا هذا عشان اضحك عليك يس ما طلع شنو تبي لا 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 ما يصير انت لازم تحط اشوف شنو هذا؟ سبيكر اوه تسمع فيها هذه؟ ايه بلوتوث ولا ولا بالضبط اوف شاير تعال شوفي يا بوبو شنو حط شوفي وين حطها شوفي قاعد تشوفين قاعد تشوفين حده حده شنو هذا هذا يركب على يده بلاي ستيشن 5 وتركب تليفونك عليها يعني تقدر تلعب ببجي بيده بلاي ستيشن 5 ولا شنو هذا ماوس يلا هنشوف انت بعد بتسوي جيف اواي بعد عاد غير مكانه كيفك كيبورد صدقته وانه ما يبي كل شيء يبي ابراهيم بوبو كل شيء يبي اوف جولدن بعد اشوف شنو هذا كابتن امريكا اوه ابراهيم مستانس وايد حده مستانس خلي يطيح خلي اضحك اذكى اذكى وفي حركه لو وياها قول اي يصير عادي المهم انه يكون داخل الدائرة يتحرك عادل وخر عنه وخر عادل
خلى العشاء بعدين اذا طاح لا يقول عادل طيحه وعادل ما شنو ما لنا شغل. هذه الالعاب نفس شنو الالعاب الفقر ياخذ شيء لا العاب فقر هذيله حق الجيمنج روم هذيله بوبو اوه بيحطون بالجيمنج روم بعد كروت داخلهم كروت ايه بطايق تلعبون فيهم سكتي عنه خليه يطيح ابي خسر انا ما يصير تقولين عادل خله خله الحين 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 راح يقول عادل هو اللي خرب علي بوبو خلص الكرتون كله واحد بوبو واخذ وايد اشياء بوبو والله ايش كثر اشياء قاعد ياخذ اوكي ها؟ آخر لعبة ليش؟ خايف يطيحون؟ إيه؟ خايف تخسر؟ إيه شنو تبي؟ أها شنو هذه اللعبة؟ مثل شنو اسمها؟ هذه اسمها دامة إيه مثل مثل الشطرنج إيه قصدك اسمها دامة هذه إيه يلا خلي يطيحون يطيحون خلاص فنيش بوبو فاز بكل هالاشياء بالدائره مبروك بوبو والحين وصلنا حق فقره هديه المتابعين راح تكون الهديه خويه وايد 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 راح تكون سوني 5 وين ما كنتوا بدول الخليج راح نوصلكم سوني 5 توصل لي عندكم لباب البيت بلاي ستيشن 5 حق احلى متابعين يستاهلون متابعينا المخلصين اللي يحبونا ونحبهم ودائما يتابعونا وما يخلون ولا فيديو يستاهلون هذه الهديه طبعا احنا الحين راح ناخذ من التعليقات هاشتاج نحب عائله عدنان نفس الفيديو اللي قبل اوكي نحب عائله عدنان راح تكتبون هاشتاج وتحت تحطون ايميلكم او انستغرامكم عشان احنا نتواصل وياكم لا تنسون نحبكم وايد وايد وكملوا الفيديو ويانا والحين دور فروحة فروحة لونها اللون شنو بلو بلو هذه دائرة فروحة البلو الحين راح ناخذها راح ناخذها اشياء بس شنو فروحة بما ان اختها العودة خسرت الحلوة فانت بتساعدها الحين بتساعدها بس مو تاخذي اغراض حقك اوكي راح اغراضك بالروحة بس في شيء واحد بخاطر صج عادي يصير ولا ما يصير 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 استثناء عشان هي ما فازت ولا لا حتى بلوكات قالوا احنا ما نرضى حنان تطلع زعلانه لا شيء واحد اي يلا اوكي يلا بلش يلا فنروح طبعا انا بشوفهم انت بتشوف ها يلا فنروح ناخذ العاب يلا تعالي يلا شنو اول شيء تعال حنان تعالي يلا ساعدينا حنان يلا ساعدينا أنا توني شفت شيء حلو حق فروحة لحظة شوفه وأنا أجيبه الحين شنو؟ الحين بتجيبينه؟ إيه يلا فروحة فروحة شنو تبين توي؟ ها؟ تبين توي؟ تعالي تعالي خلي شوفي فروحة شوفي ألوان ألوان شوفي إيه ألوان
شوفي يلا تعالي خلينا ناخذ الالوان. تعالي بابا حق فروحه شيء حلو هيبه. صدق؟ شنو بعد؟ كلهم يساعدون فروحه كلهم. يلا فروحه تعالي. اوه فروحه شوفي فروحه شوفي الحاب تبي هذا؟ وش؟ يلا تعالي خلينا نحط داخل الدائرة. روحه تبين؟ اوه تبين هذا؟ ها؟ بس هذا مو الحين بوبع عشان لا يطيح لا ينخسر. تعالي يلا تعالي. شوفي راح نحط هذا مني كذي. اوكي؟ قوله. راح نحط هذا مني. ما يطيح. نحط هذا مني. يلا تعالي. تعالي اخذ اللعبة. تعالي هذا الشيء اللي بخاطري ابي اخذه. شنو هذا؟ البطل تشتش. تاخذين هذا؟ ايه. تعالي يلا. شوفوا. نشوف. باخذ كل شيء ما عليه بس. الوانهم حلوين. هذول مرشات حق البيت والغرفة وكل شيء. لحظة. هذا وش رشي كذي فوق؟ رشي فوق. ايوه. هاي رحلة الاضافة هذا. وايد حلو. اوكي وهذا بعد. وين؟ شمي بشاير حلو. شوفي شلون حلو. والله حلو. زين وهذول اللي انا متشوق عليهم. انت لما دورك ليش ما خذيتيهم؟ لانه انا كان ببالي احط شيء كبير تحت بعدين احط. المهم هذول حق كل شيء يعني عطور حق كل شيء شعر جسم. مكتوب عليهم فاميلي يعني حق كل افراد العائله. وايد حلوين هذول العطور. بوبو عجبك؟ ايه. ما خذيتهم انت؟ شويه على حلاوه بس يعني هذول حقي انا لقيتهم وانا اخذهم. واو. كلها على حساب فروحه ما شاء الله. كلها هذول تشتش موجودين حصريا في بلوكات ما تحصلهم ولا مكان بس اونلاين في بلوكات. صدق؟ تطلبونهم كل الالوان ريحتهم حلوه يعني لا تحتارون يعني على بالكم بريحتهم تخنق وكذي لا ريحه وايد حلوه حق كل افراد العائله. الحين احنا شمينا كل الالوان وبقى بس هذا. بوبو يقول هذا احلى واحد عجبه. فروت ملزقين مع بعض. هذا حق المدرسه بعد الصبح وايد حلو يعني ما يخنق الطلبه وكذي. هذا حق المدرسه. حنان لازم تستغلين الوضع وتاخذين كل الالوان. كل بس شي. اذا طلع شيء برا الخط يا ويلك يا ويلك. السلام عليكم. قلت لهم قاعد يساعدون فرح. طبعا سوينا كل شيء. بس ما ساعدنا فرح للحين خلينا حقك. حقك انت ما ساعدتيها. لا انا ساعدتها انا خذيت لها خذيتي كل الالوان. يلا تعالي حطيهم خلينا نشوف شو تحطينهم. ديري بالك حنان حطيهم واقفين احسن عشان نقدر نحط اشياء. لا فروح بغيت تحط بغيت تخسرنا. ايه تقدرون كذي زين خليهم واقفين احسن. لا بابا شوف كذي ايه كذي ايه احسن عشان نقدر نحط الموضوع. صدق؟ يلا ها فروحه شنو تبي تاخذين؟ شوفي إلسا. اوه فروحه شوفي إلسا. شوفي إلسا شوفي الله إلسا. وهذا هورسي مال إلسا. شوفي هذا هورسي مال إلسا. اوه هاي إلسا شوفي تعالي شوفي فرح. شوفي إلسا فروحه. ويت ننطرها لازم. ويت. يلا ننطرها لما ترد نشوف شنو بتاخذ. يلا يبي تعالي يبي يلا تعالي يبي. اوكي بعد اوكي
يلا تعالي يبي يلا يلا يبي يبي تعالي تعالي خلينا نحطه داخل الدائرة يلا تعالي خلينا نحطه داخل الدائرة هذا ميك اب إلسا ميك اب إلسا تبين هي ما أخذه بعد يلا تعالي تعالي حطي داخل الدائرة يلا أوبسي يعني هي شافت شيء جديد عرفتوا؟ مو قادرة تشيل. ماخذ سكوشيز. إيه أشوف أشوف. ماخذ ميك اب إلسا بعد. ميك اب إلسا سكوشيز هذيل شوفوا هذيلة هذيل كذي صح؟ إيه حلوين والله. اوه تاخذ وايد اشياء تاخذ وايد اشياء هذا ايس كريم اوه باو فنروح باو هذا باو تسوين باو إيه. يلا خذيه خذيه يلا تعال يبي بعد يلا اوكي يلا ودي على بابا عطي بابا عطيني يلا عطي بابا شيل بعد داخل يلا عطيني يلا بنروح. إذا طاح شيء تخسرون. إيه إذا طاح شيء تخسرون. إن شاء الله. فرح. تعالي فرح فرح فرح. زين تعال. تعال حطي تعال حطي معي تعال. هذا حطه مني. يلا حطي حطي. ويت 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 ويت. شوفي هذا هذا حطي مني. شوي 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 شوي. يلا هذا مني ايوه ها. هذا مني السكوشي كنا بطيح لا ما يطيح تعالي فرحي تعالي انا بساعدها بشيء كنا والله بطيح بساعدها بشيء عجبني انا تعالي اذا طاح راح اضحك ماي ماي حلو اي مطاره شوفي مطاره ماي وشوفي تعالي تعالي شوفي هذا فرحه تعالي تعالي شوفي 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 الله جلاس تشربين فيه جوسي الله جوس ماي حتى هذا شوفي الله ما عود يلا تعال تعال يلا عود عود هذا مني ايه هذا مني اوكي هذا مني فنروحه فنروحه تعالي يلا خلينا نقول دان يلا قولي قولي دان دان فنروحه خلصت شوف اغراض فنروحه اللي اخذتهم الله حلوين على قد الدائره بالضبط تعال خلاص راحت تاخذ اغراض ثانيه بس قالت دان والحين وصلنا نهايه الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب PHO2KW وعلى قناة عادل PHO2KW وقناة بوبو حلو لا تنسون قناة بلوكات راح ينزلون فيها أشياء وايد حلوة وقناتهم راح تكون وايد قوية وفيها تحديات إن شاء الله جديدة راح يكونون عادل وبوبو وإحنا وياهم قناة بلوكات ضروري تدورون القناة وتسوون لهم على طول سبسكرايب توعدون المتابعين تسوون تحدي بقناة بلوكات عادل بوبو ايه استانستوا؟ ايه التحدي كان حلو؟ ايه خوي؟ ايه بس مسكينة حلو يا جماعة والله يا جماعة والله عادي الناس لازم يكونوا قنوعين صح بس ترى فرح اللي ساعدتك ايه يعني انتي لو مو ماخذة لو مو ماخذة العطور هذيل الحلوين كان ما رضيتي انا اهم شي تشتش ها؟ ايه بس تشتش راضوها ايه يلا شو نقول لهم؟ باي